السلام عليكم حليلواتي، شنو اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم نقترح عليكم ألد غوفر ممكن تحضروا لوليداتكم بمذاق الشوكولا. كيف ما كيظهر امامكم مكونات اقتصاديه وموجوده في كل بيت، دقيق وبيض وسكر. ان شاء الله غتلقاو المقادير مضبوطه اسفل الفيديو. في صالاديه غنفقصوا جوج بيضات، من بعد ذلك نصحو الذوق بمليحه جميع انواع الحلويات كنضيفو فيها طريقه الملحه باش كتوازن لنا الذوق. الزبيده حتى هي ضروري تكون بحراره المطبخ. تنضيفو رشيشه ديال الفانيلا، نضيفو السكر ونخلطو هاد المكونات مع بعض حتى تنسجم بشكل جيد. بعد المواد السائله نمروا الان المواد الجافه. الدقيق نضيفوا له الخميره الكيماويه، ومن الاحسن الدقيق نكون غربناه دوفوا او تخوا باش يجي منا لي غوفر مهوين. ثم تنضيفوا الكاكاو امير جوج معالق كبار، يعني هذا الكاكاو بدون سكر، وتنضيفوا الخليطين على المواد السائله وحنا كنخلطوا حتى كينسجم لنا الخليط. من بعد ذلك كنضيفوا الماء بالتدريج حتى كنحصلوا على عجينه تكون عقده نوعا ما بحال ديال البانكيك، وكنطيبوا في الكوفري. كنعتذر كانت طفات لي الكاميرا وما قدرتش نصور هذه المرحله، فهو كيطيب كيف ما الكوفري العادي اللي بلا شوكولا. يعني كنعملوا كميه من العجين وكنتسناهم حتى كيبدا يخرج البخار ونشموا الريحه ديال الشوكولا وكنقدمهم، كيجيو غزلان.